السلام عليكم الاخوان، هذه واحد المعلومه المهمه بزاف يستفد منها الواحد. هذه المنطقه نتاع تيسه معروفه بالفلاحه والملحه، كيصوبوا حتى الملحه. هذه الملحه من هنا كيجبدوها. هاد الجبال هادو اللي حدانا اللي كتشوفوهم دابا فيهم الملحه، كيعتمدوا على الماء نتاع الشتا فاش كيطيح، ولا من غير وقت الشتاء كيضربوا كيجيبوا واحد البومبات كيضربوا الماء في داك الجبل هذا فين كتشوفوا، وفاش كيهود داك الماء كيجمعوه في هاد لي باسان. هانتوما هادو اللي كتشوفوهم كيتجمع الماء وكيديروا فيهم واحد الماده سميتها اليود. اليود كيتقطر فيهم باش فاش كيتبخر الماء كتبقى الملحه في التالي، عليها كنسميوها الملحه باليود. يعني راه الملحه بوحديتها واليود بوحديته. هذه الملحه نتاع الجبال ماشي نتاع البحر، وهما هادو الحواض اللي راكم كتشوفوا، هادو هما الجبال. هاد البيوضه راها ملحه، هي اللي كتهود بالماء وكيجمعوهم في هاد لي باسان هادو لتحت. هادي الملحه باليود. وعاد غنشوفو في التتمة د الفيديو غنشوف نعرفو بأن الملحة الحية. الواحد كيسمع غير الملحة الحية ما عارفهاش كيفاش، ها حنا نشوفوها. الملحة الحية هي هادي، هو هذا راه الجبل كامل. هنا هاد المنطقة كلها معروفة بهذاك سميتو بالملحه الحيه. وما هذه ها هي هذه الملحه الحيه، هذه هي الملحه الحيه، ها هي هذه الملحه الحيه. شحال من واحد ما عرفهاش منين كتجي، ها هي سبحان الله الراسها. ملي كتجبد هاي هي هادي، شوف سبحان الله. دابا هاد الارض كامله حجره كامله في هاد الملحه، هي هادي المنطقه نتاع تيسا معروفه.